السلام عليكم. إن شاء الله بدنا نبدأ موضوع 7.5. هلأ 7.5 ما هو موضوع، ما هو طريقة معينة، هو فعليا مراجعة لكل الطرق اللي أخذناها من 7.1 ل 7.4، بس جماله إنه بيجي بيحكي لك أنا أي طريقة أستخدم، أي طريقة أستخدم. هل أستخدم اليو سبستيتيوشن اللي هو أخذناها زمان بتشابتر 5، ولا أبدأ بالباي بارتس اللي هو اليو دي في، ولا أبدأ بال trigonometric integrals اللي هو فيه sine, cosine والtan، ولا أروح على trigonometric substitution اللي فيه الجذور، ولا أروح على partial fraction اللي فيه الكسور وفقط إكسات، أي من هاي الطرق. فهون حنلاقي إنه حنحل، طبعا أنا حعلمكم طريقة التفكير من خلال بعض المسائل، نسأل نفسنا بعض الأسئلة ومن خلال أجوبة هذه الأسئلة نعرف أي طريقة. حتشوفوا انه بعض الاسئلة حيكون فيها استخدام اكثر من طريقة للحل. فخلينا نروح نبدأ بالمثال الاول. مثال اول اخذت هذا كوساين، داخل الكوساين واحد على اكس على اكس تكعيب. هلا مبدئيا انا دائما وابدا اول طريقة بفكر فيها اولا بفكر بمين، دائما وابدا باليو. بسأل نفسي هل في عندي شيء محصور؟ إذا بلاقي في شيء محصور، أنا ملاحظ إنه الواحد على إكس محصور داخل مين؟ الكوساين. بسأل نفسي هل هذا المحصور اللي هو اليو، يعني لو سميت اليو تساوي واحد على إكس، هل مشتقة الواحد على إكس موجودة داخل هاي المسألة؟ طيب لأشتق الواحد على إكس، إحنا بالعادة بنروح بنرفع الإكس لفوق، فبتصير اليو شو بتساوي؟ إكس أس سالب واحد. الآن لو اشتقتها بنزل السالب واحد على السطر وبطرح من الأس واحد، فبتصير إيش؟ du تساوي سالب x أس سالب 2، صحيح؟ بعدين ال x أس سالب برجع بنزلها على المقام، فبترجع ال du إيش بتساوي؟ سالب 1 x تربيع. بسأل نفسي هل هذه موجودة؟ هل سالب 1 على x تربيع موجودة؟ بطلع داخل المسألة بلاقي إنه عندي 1 على x تكعيب. حلو، أنا قريب، يعني طبعاً أنساش إيش dx، أنا لما أشتق الطرف الأيمن بيعطيني شو؟ dx هون dx. فطالما السالب واحد على x تربيع dx موجودة، تمام، اللي هي واحد على x تكعيب، بس بدها تزبط، بدها السالب مش موجودة، فبنقولها على الطرف الآخر. فحتى خلينا أمحي هذا الصندوق لأنه بدي يكون صندوق هو آخر حل. هاي نجيبها شوي لهون، وهاي نجيبها شوي لهون، وشو بنسوي؟ بنروح بنحكي طيب ليش ما انقل انا السالب للجهة الثانية، فبتصير سالب du ايش بتساوي؟ واحد على اكس تربيع dx. طبعا السالب بقدر انقله وبس احطه بالبسط. هلا هذا الواحد على اكس تربيع انا عندي اكس تكعيب، فبروح بجزئ هاي المسألة وبعملها كوساين الواحد على اكس dx على اكس تربيع في اكس، أو ممكن أحط الإكس تربيع هنا أولا الإكس. الآن لما نفكر فيها شو معنى هذا الحكي؟ معناه بروح بأخذ الدي إكس وتحت إكس تربيع، يعني هذه بستبدلها بمين؟ دي ماينس دي يو، صحيح؟ لأنه هي مكان، لأنه هي واحد على إكس تربيع، طالما موجود بالمقام بقدر أحط واحد فوق. دي إكس بستبدلها بسالب دي يو. الآن عندي واحد إكس بستبدلها بيو، يعني هذه بيو، طب بضل إكس تحت، طب هي واحد على إكس برضه، بقدر أستبدلها بإيش؟ بيو كاملة. إذا حتى هاي هي واحد على إكس بستبدلها بإيش؟ بيو. طالما واحد إكس بستبدلها بيو بتكون يو فوق، وهنا هاي بسالب دي يو وهاي إيش؟ بيو. فبتطلع المسألة هي عبارة عن integration ليو كوساين اليو، صحيح، مكان دي اكس على اكس تربيع، شو بحط؟ سالب دي يو. عادة السالب بروح بطلعها خارج الانتجريشن، او ممكن اخليها اذا بدي داخل، لكن مع مين؟ اول شيء مع اليو مثلا. الان برجع بطلع على هالمسألة، هل هاي المسألة بقدر اكملها مباشرة؟ اذا قدرت اكملها مباشرة مباشرة بكامل، ما قدرت بروح بفكر بحكي هل بحتاج يو سبستيوشن؟ لا، هون الآن فيش اشي محصور، اذا اليو سبستيوشن يكون شو؟ شيء محصور ومشتقته موجودة. انتبهوا على ايش؟ اهم اشي، اهم اشي تعرفه كيف تستدله، مشتقته موجودة كيف تستدله على الطريقة.
هلأ تاني إشي، لأن هاي واحد. تاني إشي بروح بفكر هل بإمكاني أعمل باي بارتس؟ شو الباي بارتس بحكي اللي هو موضوع 7.1؟ هل في عندي مضروبين، شيئين مضروبين ببعض، أحدهم ممكن أشتقه والثاني أكامله؟ لاحظوا فعليا في مضروبين. أنا ما رحت فكرت بالطريقة البعدية اللي هو التريجنومتريك، لأنه التريجنومتريك اللي هم الساين، التان، السيكنت، الكوساين، كل هذول لازم يكون بدون أي إشي آخر، فقط هم. فإذا إجيت فكرت بالإيش، بالباي بارتس، هل في شيئين مضروبين ببعض؟ أي نعم. إذا بتتذكروا موضوع 7.1، الكوساين والإي والساين كنا نحكي من جماعة إيش اللي ما بفرق معهم، تشتقوا ولا تكاملوا. لكن اليو اللي هو إكس يعتبر أكيد بده اشتقاق، فمباشرة هون باجي بستخدم الباي بارتس وبروح إيش الآن باي بارتس وبسمي يو دي في. طبعا حتحكوا لي طب ما انت عندك يو هون، اذا ما تسموها يو سموها دبليو مثلا ودي في. فالدبليو بروح بسميها مين؟ السالب يو، لاني هاي بدي اشتقها وبشتق، فدي دبليو تساوي سالب دي يو. لكن دي في بدي اكملها، طبعا دي في الباقي اللي هو كوساين اليو دي يو، شو تكامل الفي اللي هو ساين بين كوساين اليو. الان بروح ايش نضرب زي هيك إذا متذكرين، والقاعدة بتكون W لأنه هون W بدل هاي، في V ناقص integration ل V اللي هي هاي، في إيش؟ في DW. يعني إيش بنروح نسوي؟ بنحكي what تساوي الآن سالب U، لأنه هاي مين؟ W سالب U، بعدين V اللي هي مين؟ sin U، ناقص انتجريشن. الآن ساين اليو بحطها، بعدين مين؟ ضرب دي دبليو اللي هي سالب دي. ممتاز. هلا أنا مباشر عندي هون سالب وعندي سالب، شو بتصير؟ موجب، فبتصير سالب يو ساين اليو زائد انتجريشن للساين اليو دي يو. الآن شو انتجريشن للساين؟ نيجاتيف كوساين. فأنا مباشر بحط سالب يو ساين اليو نيجاتيف كوساين اليو بلس سي. اخر اشي لاني انا ما بدأت بيو، طبعا لاحظوا هون، هلا هون لما طلع عندي انتجريشن هذا ما في داعي اعمل انتجريشن، هذا بدي اعمل انتجريشن. لكن بسأل نفسي هل هو سهل؟ اي نعم، هذا حافظه الساين مباشر، انتجريشن ايش؟ نيجاتيف كوساين، فانتهى خلص كاملتها زي هيك. الان ممنوع تنتهي بالسؤال، طالما انا بدأت باكس يجب ان انتهي باكس، هذه يو فبرجع قيمة اليو، برجع على شو فرضت اليو، فرضتها واحدة اكس صح، او الواحدة اكس فرضتها يو، فبستبدل كل يو بواحدة اكس، يعني برجع قيمتها بدلالة مين؟ الاكسات. فبتطلع هنا سالب كوساين الواحدة اكس زائد سي، وهذا بيكون ايش؟ الاجابة النهائية. بالفيديو القادم بدي احاول استخدم غير طريقة اليو سبستيوشن والباي بارتس، طرق اخرى ونشوف. بس عادة معظم الطرق بيعملوا لها ميكس مع اليو سبستيوشن، لانه اليو سبستيوشن هي بتخلي الشكل يبين هيك مخيف اولها، تمام؟ هذا بدهم يخوفوكم. طبعا انتو جماعة الما بخاف، فشو اسمه ما تخلوا اشي ايش شككوا بأنفسكم. يلا ديروا بالكم على حالكم، يعطيكم العافية، وإذا عجبكم الفيديو اعملوا سبسكرايب لايك وانشروا بين أصدقائكم، خلي القناة تشتهر، وإن شاء الله يستفيد أكبر عدد ممكن. يعطيكم العافية.